بسم الله الرحمن الرحيم. يسر قسم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين أن يقدم لكم الحل الأمثل للملزمة الخاصة بالتدريبات الإثرائية لمادة الحوسبة للصف الرابع. شباب، حاول تركز معايا خلال الدقائق البسيطة. هنحل الملزمة. عندنا شباب السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يجب أن تتبع قاعدة فراغ لحماية عينيك 20-20-20، هي القاعدة السليمة لحماية العين. إن كل فترة، قلت لك كل فترة بتقوم من أمام جهاز الكمبيوتر لتقوم بعمل راحة للعين، فالقاعدة هي 20-20-20. رقم 2، يجب أن تكون إضاءة الغرفة أكثر سطوعا من شاشة الحاسوب بكم مرة يا شباب؟ مرة واحدة ولا مرتان ولا ثلاث مرات ولا أربع مرات؟ الإجابة الصحيحة 3 مرات. السؤال رقم 3، عند الجلوس أمام شاشة الحاسوب يجب أن تكون هذه الشاشة في مستوى فراغ قليلا من مستوى النظر، يبقى في مستوى أدنى قليلا من مستوى النظر. السؤال رقم 4، من الإرشادات الصحية لاستخدام الحاسوب الجلوس باعتدال. أن نجلس باعتدال يا شباب، تيجي تجلس جلسة صحيحة أمام الحاسوب فينبغي علينا أن نجلس باعتدال. رقم 5، من الإرشادات الصحية للحاسوب أخذ استراحة قصيرة ولا طويلة ولا متوسطة ولا طويلة جدا؟ الإجابة الصحيحة أخذ استراحة قصيرة. السؤال رقم 6 يا شباب، من الآثار السلبية لاستخدام الحاسوب التوتر والقلق ولا السعادة ولا النشاط ولا الفرح؟ الإجابة الصحيحة، من الآثار السلبية لاستخدام الحاسوب التوتر والقلق. السؤال الثاني، صحح الخطأ في العبارات التالية بكتابتها أسفل الكلمة التي تحتها خط. استخدام الحاسوب لساعات طويلة يمكن أن يسبب لك النشاط؟ لا طبعا، إجابة خاطئة. استخدام الحاسوب لساعات طويلة يمكن أن يسبب لك، هذه الكلمة خطأ، يسبب لك التوتر والقلق. من الإرشادات الصحية لاستخدام الحاسوب جعل المسافة بينك وبين الحاسوب على امتداد قدميك. هذه الكلمة خاطئة، على امتداد ذراعيك. سنقوم باستبدال كلمة قدميك بذراعيك. رقم 2 يا شباب، بيقول لي صل بين العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. هذا هو العمود ألف وهذا هو العمود باء. من الآثار السلبية على الصحة البدنية استخدام الحاسوب لساعات طويلة. نعم، له آثار سلبية. يجب تجنب العزلة الاجتماعية عن طريق تنظيم وقتك والحد من استخدام المفرط للحاسوب. ننظم وقتنا ونقلل من استخدام الحاسوب. طيب، السؤال الثالث يا شباب،
ضع علامة صح بجانب الاستخدام الصحيح للأجهزة الذكية، وعلامة خطأ بجانب الاستخدام الخاطئ لكل منهما. شباب، هناك استخدام خاطئ للأجهزة الذكية من آيباد لجوال، أي جهاز من الأجهزة الإلكترونية، في هناك استخدام خاطئ لهذه الأجهزة وجلسات صحيحة وخاطئة. انظر معي، هذه جلسة صحيحة مستقيم الظهر، هذه جلسة خاطئة، أشوف منحني رقبة، منحني الرقبة والنظر إلى أسفل، هذه أو هذا استخدام صحيح يا شباب، شوف النظر مستقيم والظهر مستقيم بالرقبة، هذا استخدام خاطئ، انظر إلى هنا، هناك انحناء في الرقبة، تمام، في وضع استخدام الجهاز. هذه جلسة صحيحة، يجلس باستقامة، لا يوجد انحناء، والنظر في يعني في مرمى الجهاز قليلا. أما هذه الجلسة فهي خاطئة شباب، أيضا هناك انحناء في الرقبة والنظر إلى أسفل. فهنا أظهرنا الاستخدام الصحيح والاستخدام الخاطئ للأجهزة الذكية. جينا للأسئلة الأخيرة، بيقول لي أذكر اثنتين من الإرشادات الصحية التي يجب عليك اتباعها عند استخدام الحاسوب. أنا الآن عندي بعض الإرشادات خدناها، حينما أستخدم الحاسوب أضع في رأسي هذه الإرشادات وأهتم بهذه الإرشادات الصحية لأنها تنعكس على صحتي. أول شيء يا شباب، أنا أخذت اثنين فقط لا غير، اجعل الكرسي الخاص بك معتدلا، الجلوس معتدلا والكرسي معتدلا. اثنين، خذ استراحة قصيرة على فترات منتظمة أثناء جلوسك على الحاسوب، قم من على جهاز الحاسوب واسترح قليلا، خد فترات قصيرة، استراحة قصيرة. السؤال رقم ثلاثة شباب، ما هي الطريقة الصحيحة لإمساك الهاتف الذكي؟ أنا الآن معي جوال، ما هي الطريقة الصحيحة لإمساك الهاتف الذكي، الجوال أو الآيباد أو ما شابههم؟ الطريقة الصحيحة شباب أن يكون الهاتف الذكي في مستوى مناسب من الارتفاع، بحيث لا تضطر إلى حني الرأس أو رفعه عاليا، يعني مش يعني بمعنى أننا لا أن أحني الرأس، تمام، ولا أرفع الرأس، تمام، عاليا، يكون الرأس في المستوى المعتدل، وإن شاء الله يعني نصل إلى نهاية حل التدريبات الإثرائية. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله شباب مسددين مؤيدين بإذن الله، وإن شاء الله تنالوا أعلى الدرجات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم على خير وفي خير.